استباقا للأبحاث الأمنية، استباقا للتحقيقات القضائية في أي عملية إرهابية مشابهة، بل إن وزارة الداخلية ما زالت بصدد توصيف الجريمة أصلا، وتعرف أنها اتجهت إلى تأجيل نقطتها الإعلامية في مقابل هذا الارتباك في وزارة الداخلية في نطاق الدولة. سارعت منابر إعلامية معينة بتجهيز حفلة شواء اسمها بين حركة النهضة بالشواء الايديولوجي وغيره، وتوجيه تهم جاهزة لخصم ايديولوجي. هل هذه المنابر الإعلامية ارتكزت على معطيات التحليلات؟ لست أدري. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أنا خليني نعمل مقدمة ساعة. المقدمة هذه تقول أنه تحذر من العقل الوطني، أنه تصبح الطاعون هذا يتعمم ويتفشى في المجتمع. أن نحذر تحذير كامل من العقل هذا حتى في بعض جوانبه، أنه يتسرب بالعقلية التونسية، سياسي، نخبوية، إعلامي، أحزاب، منظمات، مؤسسات. اللي هو مش معنى خلينا نمشي خطوة خطوة. لما نوسع دائرة العملية هذه ونعطوها قراءات، نوسعوها ونعطوها قراءات ونفتقوا الحقيقة، نفتقوها ونحاول باش نمدوها ونعدوا عليها أساطير. شنو شو يقع هنا؟ هنا باش نوقع في نفس اللي عملوا الوطد وبقية الترسانة اللي شبه له في 2012 و2013، عملية استثمار في العمليات مثل هذه. نحن اليوم ما يزمناش، يزمنا نحلوا صحيح، لكن ما يزمناش نركبوا اللي ركبوا الطبقة السياسية ولا النخبة المتعفنة ووصلونا به اليوم الدرجة هذه. نعم، وشكر جزيلا سي نصر الدين. في نفس الإطار، حتى إذا كانت منابر إذاعية وتلفازية كما قلت افتتحت مواسم الشواء قبل أكثر من شهر ونص من عيد الأضحى، ولكن خصوم هيدروجين، احنا يهم جمهورنا هو التحليل الرصين. جمهورنا ومشاهدينا في حاجة إلى معطيات، هذا ما نريده. أي أحسن. نحن اليوم ما ثم حتى حد ينكر، وما ثم حتى وطني نظيف، إنسان ابن ثورة، ابن انتقاد ديمقراطي، إنسان ابن حرية، ينكر أن نحن في صراع، وصراع كبير ياسر، صراع مدني كبير ياسر مع النظام، مع الانقلاب. لكن هذا ما يلزموش يقودنا إلى نحن نصارع الانقلاب بالآن بالمرحلة، لا نصارع الانقلاب بالاستراتيجي. شنو معناها؟ ما نجيش الانقلاب يدخل في صراعات مع دولة أجنبية، دولة جارة ولا أي حاجة على حدود، أنا نمشي معاه ضده. ما نقدرش نمشي، لأن هذه استراتيجي بالشرح الانقلاب، بالشرح اللي انقشع وباش تبقى نعاني فيها، لو تبقى تعاني فيها يعاني فيها التونسي والأجيال تعاني فيها. إذا الثروات الباطنية، الحدود، مسألة كيف هذه علاش خطيرة؟ مسألة كيف هذه لما تشوف البيان بتاع السفارة في الألماني في تونس، نعم، لما تشوف السلطات الأمن الفرنسية الخطوة اللي قامت بها، عمل يعني استثمار رخيص جدا. شو معناها؟ معناها يحبوا يركبوا على مسألة الصراع بين الثورة والديمقراطية وبين الدكتاتورية، ويدخلوا يبدو كرسوا في شيء معين، فشلوا في تكريسه قبل. وهو شنو؟ وهو معناها راهي تم اقليات مضطهده، راهي كذا، والغنية القديم بتاع الاقليه اليهوديه واللي بشر. معناش نحن، معناش الاقليه اليهوديه هي جزء منا، هي نتيجنا، هي من ابنائنا، هي هم مواطنون تونسيون. نعم، هم مواطنون تونسيون، ما عندناش اقليات عرقيه. التونسيه ناكلوا مع بعضنا، نشربوا مع بعضنا، ما عندناش حدود، ما نعرفوش القصر في جربه، كي نمشوا لجربه ما نعرفوش دار هذه دار مسلم ولا هذه دار يهودي ولا هذه دار، ما عندناش تاريخيا، ما عندناش الامر هذا. اذا عمليه الاستثمار هذه لا يمكن ان تكون المرحله ذي، هذا استراتيجي ما نعرفوش به. علاش؟ لانه على جال الانقلاب، لو نحن في خصام مع الانقلاب وكذا، في صراعات انيه تاع عامين 10 20 بلاد اقوى من هكا. تونس 3000 سنه ولا 4000 سنه، وتونس 1400 سنه، تونس ماهيش اليوم المرحله هذه. فنحضروا
علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه المجرمين، العناصر المتعفنة المجرمة اللي قامت باستثمار ليلة يوم الجريمة وبعدها وحب تصنع غرف وتتمدد وتمدد غرف نتاعها وتعمل تحالفات في الليل كما كانت تعمل فيها قبل، هذه حبت تنتج على منوال 2012-2013. شو نقولوا نحن اليوم؟ هات نحلوا، هات نكلموا، هات نقولوا ثم تقصير من الداخلية، هات نقولوا كذا، هات نحلوا، هات نصروا. ولكن العمليات الإرهابية توقع في الولايات المتحدة الأمريكية اللي عندها أقوى أجهزة أمن. اليوم نحن نشوفوا مدارس وقع تصفيد 20 واحد في مدرسة، في روضة أطفال، في مقرات أمن، في 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 مدارس مؤسسات تعليمية لاصقة مؤسسة أمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، في ألمانيا، في هذه مقدمات نصر الدين ضرورية. نعم. مهمة، ومهمة إشارة كونه لا يجب التهويل، لكن من جانب آخر لا يجب التقليد. نحن في إطار التحليل، اسمح لي أنت وشي منصف يا حسين، لحظة نحن قاعدين نتحدثوا، احنا قاعدين نوطوا، لان الامر صعيب شوي، خير الامر مش سهل، لان ما تخليش فيه بعد عاها يلحق قيس سعيد وتخلى لي عاها نكركر فيها تتضخم على ذكر قيس سعيد الاجيال القادمة. نعم. نقولوا اما الثغرات وقت تحطوا على التقصير وقت تحطوا على الارتباك ضمن الدائره هذه، ما تحطوش على الدائره اللي قاعدين برشا قوى في الخارج وفي الداخل، مجرمين في الداخل قاعدين يستثمروا بطريقه اخرى، وكل واحد له هدف نتاعه. جيد جدا، فقط سينا